ينتظرني توبيخ ما؟ أنت أدرى. وماذا تفعل هذه؟ تساعدك؟ لا تظن أنني هنا لأنني أريد ذلك أيها النذل. أتصور العظة، تعجبينني أكثر من دونها أمي. ليست عظة بل إنها احتجاج. أبلغتك ثريا بقصة القمار؟ لا أرى عيبا في ذلك. بني كيف تقول ذلك؟ أن تلعب وتقامر بمالك فهو أمر سيء، لكن الأسوأ أن تقامر بتوقيع ديون بناء على المال الذي سيتركه لك والدك عندما يموت. من قال هذا؟ ليس صحيحا. طبعا هو صحيح، لأنني أنا بنفسي رأيت الأوراق التي وقعتها لويس فرناندو لكي يعطوك 100,000 بيزوس. ما رأيك بهذا الآن؟ بني أيعقل هذا؟ الواقع أن سند الدين ذاك لم يستحق بعد أمي. هذا صحيح، ليس بعد لويس فرناندو، لقد أخذوه فقط ليؤكد والدك أنه توقيعك. إذن والدي أصبح يعرف؟ لا يا بني، لحسن الحظ لا. أتعرف لما؟ لأن الرجل الذي أتى وجلب الورقة وقع بين يدي، وإلا لعرف عمي الأشقر ولكان الوضع انفجر. أتظن أن والدك سيسدد ديون القمار لويس فرناندو؟ لا أمي، أعرف ذلك. إذن سوف تدخل السجن. أشك بذلك، أحمل اسمه. اسمعني بني، إن كنت تشك فلأنك لا تعرف والدك بعد. فليفعل ما يريد. أوه، البغل يبقى بغلا دائما. صحيح أنك بمنتهى الجبن. أنا سيدة فيكتوريا، فتحت الطريق أمامك وربما أقنعته. سأتركك معه وآمل أن تتمكني من تغييره. بالتوفيق. ماذا حصل ابنتي؟ مستحيل لوبي، حتى لو ضربته صاعقة فلا علاج على الإطلاق لهذا المعتوه. ألم يقتنع منكما؟ تركت المسألة بين يدي دون فيكتوريا، ولكن الأمر صعب، وهو إن لم يصغي إلى أمه فكيف سيصغي لي؟ مسكينة السيدة. اسمعي لوبيس، علي الآن أن أتحضر. سأقصد الحي ليعطيهم بعض المال كما وعدتهم لتحسين حي إخوان دي جيتو. ومن ثم سأذهب إلى المكتب. ها؟ فلنبلغ توماس أن يقلك ابنتي. لا، لماذا لوبيس؟ سأستقل الباص كالعادة عزيزتي، قد يحتاجون سيارة لشخص آخر. أراك بعد الظهر لوبيس. احترس ابنتي. أتحسبين نفسك قوية؟ لقد أخفتك أخفتك عزيزتي، الجبن أفضل من الموت أليس صحيحا؟ متعجرفة. قريبا سيصل وقتك ماريا ابنة الحي، أنت ولويس فرناندو، كم أكرهك. أرجوك بني لا تكمل باللعب، هذا لا يجوز. الأفضل أن أرحل نهائيا أمي، مجرد حضوري هنا مصدر عذاب لك. لا بني الرحيل لا، أنا لن أعرف الهدوء. هذا المنزل منزل والديك ونحن نحبك، مع أنك لا تصدق فوالدك أيضا يحبك. أمي لا تتعذبي بسببي أرجوك. يمكنك أن تصطلح لويس فرناندو، أنت شاب جدا. أنا ضعيف جدا، عديم الإرادة، لم أحرم يوما من أي شيء، أفعل دائما ما يحلو لي، لا رادع يردعني. لما لم تفعل ذلك في الوقت المناسب؟ وكيف كنت لأفعل؟ لا أعرف، ربما بالضرب، بحرماني مما كنت أريد حتى أسيطر على تهوري، بطردي إلى الشارع لأعرف ما هو النضال والعمل والتعب. أتلومني لأنني كنت أما صالحة؟ كنت طيبة بإفراط. وهل هذا جرم؟ نعم، عندما تفرطين، وأنت مفرطة كثيرا أمي، وهذا ذنبك. أهي الأم الطيبة بنظرك لويس فرناندو؟ حقا تريدين أن تعرفي؟ نعم أريد أن أعرف. الأم الطيبة هي التي تعاقب، مع أن قلبها مليء بالغفران، لأنها في هذا العقاب تصلح ابنا ينمو كشجرة ملتوية. الأم الطيبة هي التي لا تخفي عن الأب سوء سلوك الابن، وتتحمل العقاب الذي يفرضه الأب من دون سلبه سلطته، ولا تدلل في الوقت غير المناسب أمي، لا تسامح عندما لا يجب ذلك، لا تستمر عندما لا يجدر، ولا ترضخ عندما لا يجوز، لا تدافع عندما لا ينبغي. الأم يجب أن تكون أما، إنما في نفس الوقت القاضي والجلاد، إن كانت لا تريد من الآخرين أن يكونوا كذلك. أنت تقص جدا علي يا بني. أنا صادق جدا أمي، أحببتني كثيرا وما زلت، وستبقين على جانبي، وأعتمد على ذلك في كل ضعفي. حسنا، الأم التي تتهمها الآن لارتباطها تتوسل إليك راكعة ألا تعود إلى القمار ثانية.
لا ليس هذا أمي. أرجوك سأحاول تجنبه. إلى ذلك الحين سأصلي وأطلب من الله أن يحميك. انظري إلى المركب، هو كثير، يمكننا البدء بالحمامات روفينا، ولاحقا سأجلب المزيد لإنهاء الحمامات، لكن بشرط يجب أن تكون بمنتهى الروعة. لكن أنت لم يبقى لك شيء ماريا. لا ينقصني أي شيء عزيزتي، صدقيني، وبكل فخر أحظى بمنزل عمي بكل ما أريده. لا تقلقي لا تقلقي، فيعطيك الله أكثر. أنت فتاة صالحة ماريا، وكنت محبوبة من الجميع. كفى كفى، سوف تجعلونني أبكي، كفى. وأنت كيف حالك أيها النجار؟ انتظروني، تعال. أنت حبيبي كما يبدو، لماذا ما عدت تزورني في المنزل؟ فلتعش ماريا، فلتعش ماريا، فلتعش ماريا. لماذا ترد؟ أنا أشعر دائما بالإحراج، فنحن فقراء. لا أحد هناك سيرفضك، وإن تجرأ أحد ما فالويل له. اسمعي، تلك الفتاة فانيسا، ألم تسألك يوما عني؟ يا لجمالك، أنت تعرف فانيسا؟ أسباردو، مضى وقت طويل، اجلسي تشرب القهوة معي. بالطبع ثريا. إذا لم توقعها؟ أوقعت كتبها ماريا. يا إلهي، خجلت عندما رأيتها، لم أعرف أين أختبئ منها، لكن على الأقل هي لم تغضب. لا، الحقيقة إن فاني فتاة طيبة جدا، طلبت أن أذهب إلى منزلها لكي أزورها. هذا معقول؟ إذا أنت ناكر للجميل بيدرو وتدين للآنسة فانيسا باعتذار. قلت لك أشعر بالإحراج. لا، معها لا داعي لتحرج. هيا بيدرو، عليك أن تقوم بزيارة فانيسا. أخبرني، ألا تعجبك الفتاة؟ أنت تعرفين أنا تعجبني أخرى. لكن الأخرى لا يمكنها أن تكون سوى شقيقة لك. فانيسا رائعة جدا، وإن لم تسألني عنك فبالتأكيد لأنها تخجل من المواجهة. هيا زرها ساعة تشاء. أنا لا أقول لك أن تذهب وتبدأ بمعانقتها في الحال، لكن يمكنها أن تصبح حبيبتك، ويمكنك أن تزورني في نفس الوقت. اتفقنا؟ اتفقنا ماريا. أحسنت. لويس فرناندو وأنا نعيش في غرفتين منفصلتين، بالكاد يكلمني، والآن أبدا، بعد أن أصبح يمضي وقته في المقامرة. تصور، عندما تزوجته لم أكن أتخيل أن أصبح تعيسة كما الآن. ربما يعاشر امرأة أخرى. بالطبع، حقا يعاشر تلك المدعوة برينتا. تعتقدين؟ مضى زمن لم ترى فيه لويس. إنه ينكر، ولكنني واثقة. ثم هو أيضا يلاحق فتاة قذرة استضافها عمي فرناندو في المنزل. تسمحين بذلك؟ من يهزم لويس فرناندو؟ لكم أود أن أرد له جميلة وعم قريب، سوف يكون انتقاما رائعا، ألا تظن؟ نعم، أنت أدرى. هل أنت مشغول أوسباردو؟ لا بصراحة لا ثريا. إذا أدعوني إلى السينما. لا تملكوا المال، كن مطمئن، أنا أملكه. مرحبا أيها الحارس، كيف حالك؟ هيا بنا، لقد تأخرت اليوم، هيا صعد بأسرع ما يكون. هيا، صباح الخير. مرحبا ماريا. ألم يسأل عني عم الأشقر ليشيا؟ ألف مرة، كما تقولين يتحرق شوقا لوصولك. رأيت تقتبسين عني. وأخيرا وصلت ماريا. يا عمي، لقد غرقت في النوم. هل احتجت إلي أو شعرت بتوعك؟ لا 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 لا، أنا بأفضل حال، لكن عندما لا تكونين هنا أفتقد لك كثيرا. أتقول الحقيقة؟ لا أصدقك. ولما لا؟ انظر، حان الوقت لتناول الدواء ولم تأخذه في غيابي. لا ماريا. كيف لا، لا تتأفف في وجهي. لا، ستشربه لا. كله حتى تنشف الملعقة وتصبح نظيفة. ها قد أتت الطائرة، هيا. لا تغضبني عم الأشقر، ها؟ جيد. لما كل هذا العذاب ماريا؟ طبعا لكي تتعافى بأسرع ما يمكن. عمي، أريد أن أتكلم معك. تفضلي أسمعك. ماذا جرى بما قلته لك؟ وعما الكلام؟ هل نسيت أن تعطي وظيفة لابنك
للويس فرناندو، لأنك لم تقل لي بعد نعم أو لا. أنا خائف ماريا. لا، ولا تسأليني حتى لماذا، حتى مع نفسي لا أحب الكلام عنه. عمي أرجوك، لأنه في الحقيقة يبدو لي إن بقي دون عمل عليه أن يجد طريقة لتمضية الوقت، وعلى الأرجح برأيي على الأرجح أنه سيمضيه حيث لا يجوز. ماذا تحاولين أن تقولي مريم؟